يلا يا نيكول. عفوا بس يعني انت متاكده ان الشخصيه بتستحمل كل هالمكياج؟ شو يعني؟ لا يعني مو عاجبك المكياج؟ شو رايك نعيده؟ شو رايك كتر لك المسكرة ولا زبط لك حمره الخدود ولا نعيده من الاول؟ لانه ما ورانا شيء مثل ما بتعرفي. لا بس بقصد يعني لو شوي هيك يعني. مدام اهلا استاذ. اذا بتريد الشوارب مقبوعين شوي. قومي قومي قومي. تفضل استاذ تفضل. تفضل استاذ. استاذ انا كثير معجبه بحضرتك يعني وبتمثيلك كمان. هلا بنشوف. امي انا منيحه ما فيني شيء. كيف الطقس باللاذقية؟ ما قلت لك عندي تصوير اليوم؟ طبعا دور بطولة. أنا متلبكة؟ لا أمي بزعل منك، بنتك بروفيشنال. لا أمي يا أمي يا أمي بعدين بحكي لك قصة المسلسل. طيب ماشي سلمي على أبوي، عم ينادولي هلا. يلا سلمي باي. قومي قومي أعطيني محلي. يحط عافية. الو ليلى لك ليش ما بتردي علي؟ صرت دعيت لك كذا مره. بعد المسخري. لا ترتابي ما فيني شيء. لك لا بس حاسه الكل بهالتصوير ما حدا طايقني. لو سمحتي اسف. لا والمخرج كثير عصبي. لك لا لك من هون طلع اوف. ليلى لك لا لسه ما اعطوني شو بدي اقول، ما اعطوني النص. انت مجنونة؟ قديه صار لي ناطرة هالفرصة؟ قال اعتذر قال. ليلى؟ لا وين بالك؟ استني شوي ليلى. لك خليكي تحكي معي شوي. يعني هيك مش بس تتحسن نفسيتي. والله خايفة كثير. الو؟ لك ليلى؟ على رفقك. قومي هيك، بدي العكس. لسه حطيته هنيك من هذا عكس ثاني. هي مش هذا شغلتنا. عفوا مسيو جلال. جلالينو. جلالينو. أنا رفيقتي صار معها ظرف كتير طارئ ولازم. أنا آسفة كتير بس عن جد يعني عندي ظرف كتير كتير طارئ. وبعدين معك يا ميديا وبعدين لازم تكوني قوية. ماسك يا ميديا ماسك. وبعدين عفوا وبعدين محل لك قاعد. كيف بدنا اللي حيصور مشهدنا اذا ايدها توصل لساعتين ما خلصت؟ لك انا ما عم بشتغل مع بني ادمين، انا عم بشتغل مع حمير. وينك يا حمير؟ بعدين بعدين حمير وليه هلنا ولي ميديا؟ وين هي ميديا؟ وقفي بمحلي. هلا انت واقف وشك بوش حبيبتك الخاينه. ايه وشو بقول يعني؟ ترفع ايدك وتخلع كف مثل فراق الوالدين. شو مالك حافظ الحوار والسيناريو تبعك يا افندينا يا نجمنا؟ لا يا استاذ شلون ماني حافظ معقول؟ ايوه بدي كف حقيقي، بدي كل شيء كره جواتك حقد جواتك يطلع بيتكف. يلا يلا حبيبي ما بدنا نعيد ونفتق بالمشهد. وانتي انسه ميديا شو اعمل انا استاذ؟ انتي ما بتعملي شيء، بتتفاجئي بالبزقه والكف وبتحطي راسك بالارض. اوكي بروفا يا امين. خمسه اربعه ثلاثه اثنين. شو يا استاذنا يا افندينا يا نجمنا
شو عم تستنى؟ ما تقول جملتك. يعني هلا قول استاذ؟ لا بكره. شو رايك تيجي على فضاوتك وتقولها؟ لك انا كم مره لازم اشرع المشهد؟ يلا استاذ. تيلون هاي بس يدورها فيها؟ استشيك هي صودا بفريقية لطيف شو بش عم تشبه توتي أبدا وهي كبيرة قد التمساح والله توتي بتشبه هاي بس أهلا وسهلا مدام أنسي أنسي أنا آسف كثير بعتذر منك ولا يهمك شوفيني أخذني بدي عم دور على هيك سمكة قطموشة كربوجة واسمها توتي مو مشكلة يعني فيك تلاقي لي غير اسم قطموشة كربوجة اسمها توتي؟ ايه حلوة هي بس في مواصفات تانية بس مشان اعرفها بالضبط مواصفات؟ ايه في مواصفات شوف بدي مثل هي بالضبط بس ما تطلع على اللون مو مشكلة اللون الاخضر اوعك ما بدي خضراء بدي اورانج بس لانه ما لقينا قلم اورانج شو هاد؟ شايف ايه رسالة معنا وقت كثير تحت لانه بتقتلني ميديا لازم ناخذها بسرعة هاي بتشبه السهلية الله يبهدل طيب يا مدام أنا ما بدي لاقي لك هلا دور لي يبهدلكم مثل ما بتقتلتوني مدام يعني ما عندي أنا عندي هدول بس الأورانج فيك تشوفيهم بس ما في ولا واحدة بتشبه هاي الصورة دور دور لك إلا ما تلاقيها هيك بتشبه هاي تشبه مدام والله هاي صورة إيه وهي السمكة إيه إيه مدام بس هاي ما بتشبه هاي ستوب بيطلع معك احسن من هيك شو هالبرود اللي فيك اليوم كانك اليوم مالك بالمود اشو بدنا نقضي نهارنا كلياته على مشهد واحد بعيد لاخر مره يا امير خمسه اربعه ثلاثه اثنين بو عفوا عفوا مو هيك ثلاثه اثنين بو 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 اذا بتمد لايدك بكسرها لك انت مو بس تستاهل الخيانه انت القتل قليل فيك يا عديم الاحساس لك لهون وبس لهون وبس لك تفو عليك انت ستوب لك شو هاد اللي عملتيه يا انسه ليكون مفكره حالك الفنانه والنجمه مربت امين لحتى ترتجلي من عندك انا ما بسمح لاي ممثل يطلع عن النص ويرتجل فهمتي لك انا ما بس رح اطلع برات النص رح اطلع من كل هالتصوير وعلى فكرة الحوار اللي ارتجلته موجه إلك قبل ما يكون موجه إله يا عديم الموهبة أنت وياه لك تضرب منك لإله لك تفي يا عميل بطل يا حبيبي على هالبهدلة الله يصلحك يا ميديا شلون هيك بيعملوا فيكي؟ بعدين أنت شلون ترضي حالك يعملوا فيكي هيك؟ ليش أنا عرفانة؟ اتصل فيني مدير إنتاج وقال لي في دور خصوصي لإلك مكتوب بس ما فيني أبعث لك النص لأنه ما في وقت طيب بلكي لو طولتي بالك شوي كانوا ضافوا لك مشاهد زيادة لك على أنه مشاهد أنت عم تحكي؟ الحقير جايبني لمشهدين وبالمشهدين بأكل كفوف وبينبزق علي أصلاً أنا صايرة ملطشة بالوسط الفني ما حدا قابضني لا تقولي هيك يا الله والله العظيم هذا اسمه جنان يعني هلأ من كل عقلك انت بدك تتركي البيت وتمشي انا حكيت يلي عندي يا انا يا هي بهالبيت اوف لسه ما وصلت بلشت غلاظة واذى يعني والله ما بصير هيك ساعتها زعلانه اذا بدكم تستحملوها تصطفلوا انا مالي طايقتها لشو هالحركات ميديا هذا كله كرمال السمكة اسمها توتة مية مرة قلتلكن بعدين توتة ما كانت مجرد سمكة كانت أعز رفيقة عندي قولوا لها لست لبنى إني بحياتي ما حسامحها خلص أنا ماشي استني ميديا إذا قلت لك إنه السمكة اللي كانت بالقنينة اللي شربتها لبنى مو توتة تسامحيها للبنى؟ شو قصدك؟ مبارح هزار ساعدتني بالجلي فكبت توتة بالغلط بالبلوعة فاضطرينا نشتري لك سمكة غيرها بدون ما تحسي بالبلوعة؟ وانت كنتي عارفانة وساكتة؟ لا يا نور لا يا ريتك ما حكيتي بتتذكري وقت اللي رحتي على اللاذقية وقلتي لي انه طعمية لتوتة؟ ايه وانا نسيت طعمية
ولما تذكرت كان تأخر الوقت. موتيه من الجوع؟ تقريبا، بس أنا مشان ما تزعلي رح جبت لك وحدة ما بتفرقيها عن توتة بأي شيء. أنا ما عم صدق يلي عم اسمعه. أنت سميحة بتعملي فيني هيك؟ طيب إذا قلت لك إنه هديك اللي روحتها سميحة وموتتها من الجوع ما كانت توتة، سامحية؟ أيوة. بصراحة ميدو السمكة اللي أنت جبتيها من الأساس من أول ما اشتريتيها كانت مرضانة، يعني حتى أنا تاني يوم شفتها هيك فايشة على وش المي وعطيتك عمرها. أنت أنا نزلت على السوق وجبت لك واحدة بدالها. تسامحيني أنا؟ ها شي حلو، معناها ما في عتب على الغريبة. لك أنتو رفقات أنتو؟ شلون هيك بتكذبوا علي وبتخدعوني؟ هلا هذا اللي فهمتيه يا ست ميديا؟ على فكرة أنا كنت سمعانة كل الحديث وحسدتك على هيك الفئات بيحبوك وبيخافوا على مشاعرك. بعدين يا ست ميديا إذا كتير قعدتي معك مضايقتك فما في داعي تعملي كل هالفصول، لأنه أنا أكيد لحالي ما رح أقبل إني أقعد بهيك جو. عن إذنكم. استني شوي بس فهميني، كيف قدرتي تبلعي السمكة بدون متحسي؟ مع أني آخر وحدة أجيت فيها على البيت، ويمكن ما بعرف عنكم كل شيء يا صبايا، بس بتصور يا ست ميديا أنت آخر وحدة بتحكي فيها عن الإحساس. يعطيكم العافية صبايا، شكرا كتير لكم، أنا ماشي. لبنى لبنى شبكي ليش هيك عم تطلعي فيني؟ بعدين إذا لساتكم متضايقين مشان توتي خلص أنا سامحتكم مش الحال. أي قومي معي، قومي يلا. لوين؟ شو لوين؟ بدك تقومي تعتذري من المخلوقة يلا. ماشي زودتها ما هيك. صبايا اطلبوا شو ما بدكم، انا معزيمة حسابي انا. هذا حرمان السلطة ها؟ لك الله حيه. اكيد نور، يعني ما رح تضيفي فيها اجراتنا باخر الشهر. لك شبك شبك حبيبي. روي شبيه ماي شب. لك سميحة عم تمزح، لانه نور مستحيل تعمل هيك شيء. لا ما فيني شيء، بس بلعت الثلج من دون ما احس. خوفتي عليك فكرت رح يصير لك شيء. هلا بقطع الثلج صغيره شردقتي رح تموتي، وسمكه سمكه كامله بلعتيها وما حسيتي فيها. لك خلص بقى ولو ميديا بتمزح، بس هي هيك حكيت. ده جد الله خالقها.